لسه مكملين مع حضراتكم وحديثنا دلوقتي عن قمة القاهرة للسلام اللي بتلاقي مشاركة واسعة وتقام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي تنعقد بكرة السبت في العاصمة الإدارية، وهدفها مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. تأتي القمة بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ده كمان بالإضافة لوجود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اللي وصل للقاهرة بالفعل اليوم، وتابعنا لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصرية بريطانية مشتركة، ومن المتوقع مشاركته أيضا غدا في قمة السلام الدولية بالقاهرة. نتحدث مع حضراتكم بشيء من التفصيل أكثر عن القمة ويعني النتائج الإيجابية اللي ممكن أن تخرج عن هذه القمة وأن تحدث فارقا في يعني المجتمع الدولي ونظرة المجتمع الدولي لما يحدث، وخصوصا المجتمع الغربي لما يحدث على الأراضي الفلسطينية. خلينا ناخد دلوقتي على التليفون دكتور محمد عبد الرازق الباحث بمركز الفكر المصري للدراسات. قبل ما ناخد دكتور محمد نروح مع حضراتكم نتابع هذا الفيديو جراف ونرجع نكمل كلامنا. العمل على استكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اجتماع دولي تحت المظلة المصرية من أجل فلسطين، ودي قمة القاهرة للسلام. بنتكلم عن 31 دولة وثلاث منظمات دولية غدا تكون في قمة السلام في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. دلوقتي معنا على التليفون دكتور محمد عبد الرزاق الباحث بمركز الفكر المصري للدراسات. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكيف يمكن أن تكون قمة القاهرة غدا سبيل لفك الحصار عن غزة؟ أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بس. بداية قمة القاهرة للسلام التي من المقرر أن تعقد غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنما تؤكد مركزية الدور المصري فيما يتعلق بكافة أبعاد القضية الفلسطينية على النحو البادي في التحركات المصرية للتعامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية وعناصرها، خاصة فيما يتعلق بجولات التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مركزية الدور المصري هي التي اتطرحت منذ اللحظات الأولى لاندلاع عملية طوفان الأقصى وسعي القادة الإقليميين والدوليين للتنسيق مع القيادة المصرية للعمل على احتواء هذا التصعيد، ومن ثم تمثل قمة القاهرة للسلام غدا هي بلورة لكافة هذه الجهود
خاصة وأن حسب ما قال اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش أمام معبر رفح أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف. ومن ثم إذا تحدثنا عن المتوقع من قمة القاهرة للسلام غدا فإنها ربما يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أمور حسب الأولويات المصرية في التعامل مع التصعيد الجاري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الأولوية الأولى التي تمثلت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري بمنع الإمدادات الحيوية للوقود والكهرباء والمياه والسلع الغذائية والأدوية إلى القطاع. ومن ثم أبرز ما يمكن أن نتوقعه من قمة القاهرة للسلام هو توافق ما بين الدول الإقليمية والدولية والمنظمات الإقليمية والدولية الحاضرة للقمة على إنهاء الحصار المفروض وكف إسرائيل عن القصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل الذي يعوق إدخال المساعدات، ومن ثم السماح بإدخال هذه المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إذا تحدثنا عن الأولوية الثانية فهي وقف إطلاق النار، التوصل إلى وقف إطلاق النار والتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وقطاع غزة بما يسمح بالولوج إلى الأولوية الثالثة وهي استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بالنظر إلى أن تجمد أو جمود عملية السلام وعدم بذل المجتمع الدولي الجهود المنوط بها لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط أحد الأسباب الأساسية لوصول منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى الوضع الراهن. ومن ثم استئناف عمليات السلام وبحث التوصل إلى التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الأهم لمنع تجدد مثل هذه الأعمال التصعيدية وإطفاء حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأنه أكدت القيادة المصرية في أكثر من موضع أنه لا سبيل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل القضية. صحيح، ضرورة طرح أفق سياسي لهذه القضية الفلسطينية بالتوازي مع محاولات مصر لوقف العنف وإنفاذ المساعدات، يعني شيء هام جدا في هذا الوقت الراهن. دكتور محمد عبد الرازق الباحث بمركز الفكر المصري للدراسات الاستراتيجية، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.